متى يجب الاغتسال الغسل ساديمو نيكو بيني والله كوري دين دوتي اسلام الكافر الكافر اذا اسلم لابد ان يغتسل كابونونو ني كافيري اودوني اسلام تشونا ني نياكو لوك دين دوتي وموت اي مسلم يموت لابد يغسل كادا كاجا اسلام مورا مورا تو تشونو ني نياكو لوك لوك الا شهيد المعركه المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس لابد تغتسل. كذلك الاغتسال عند خروج المني سواء من مستيقظ أو من نائم. Then sechema chere mune go lokre en ngat ma ponono ni mani owokne mani kapono wok be mani nindo karakineno nyakchaki lokri كذلك الجماع هذا موجب الاغتسال هذه الأشياء وتشونرين يا كاتي لوكري يعني لوكروك مدونشا